أنا المقدم محمد فارس رائد الفضاء العربي السوري، أعلمكم بأننا نمر لأول مرة فوق سماء بلادنا الحبيبة سوريا. إنني مسرور جدا وسعيد جدا لأنني أرى بلدي الحبيب، أراه رائعا جميلا كما هو في الحقيقة. إني أرى سواحله الجميلة الرائعة، إنني أرى جباله الخضراء الجميلة وأرى سهوله، أرى جبل الشيخ شامخا وجولاننا الحبيب. إني أرى كل بقعة فيه رائعة جميلة. إنني جدا سعيدا لهذه المشاهدة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الرحمة لشهدائنا الأبرار والشفاء لجرحانا، وإن شاء الله أسرانا يخرج بسلام من سجون القتلة والمجرمين. أنا اللواء الطيار رائد الفضاء محمد فارس، ارتحلت إلى الفضاء الخارجي عام 1987 بعد أن سبق ذلك تحضير لمدة عامين كاملين في مدينة النجوم القريبة من موسكو. بعد التحضير انطلقت إلى الفضاء 22 تموز عام 1987. في الفضاء الخارجي أجريت 13 تجربة علمية، وكانت تجارب ناجحة بفضل الله تعالى. عدت بها إلى سوريا لأخدم بلدي في هذه الرحلة. طبعا في البداية أنا طيار مقاتل، خدمت في صفوف الطيارين السوريين، وكنت مديرا للمعهد الجوي في سوريا منذ عام 1998 حتى عام 2004 نهاية 2004. ثم رفعت إلى رتبة لواء وأصبحت مديرا لإدارة التنظيم في قيادة القوى الجوية السورية. هذا بشكل مختصر عن حياتي كما يعرفها كثير من الناس. شو رأي سيادتكم بما يجري داخل سوريا بشكل عام وحلب تحديدا طبعاً الناحية الإنسانية؟ طبعا نحن في سوريا بعد مرور أكثر من حوالي 50 عام على نظام الإجرام والقتل ونظام امتهان الحريات وسلب الكرامة وسلب الأموال، والذي أوصل سوريا إلى الحضيض في المفاسد الاجتماعية والأخلاقية وفي كل المجالات الإنسانية الموجودة والحياتية والاقتصادية في سوريا. بعد أن سار الشعب السوري مطالبا بحريته وكرامته، قام هذا النظام بعد أن كانت الثورة في البداية سلمية لمدة أكثر من 6 أشهر باعتراف قائد هذا النظام المجرم والذي قتل خلال مسيرته السلمية ومظاهراته السلمية أكثر من 5000 شهيد، دفعوا ثمنا لمظاهراتهم ومطالباتهم السلمية بعد أن حملوا أغصان الزيتون. اضطر شعبنا وأهلنا للدفاع عن كرامته وعن حريته وعن أعراضه وعن ماله ضد نظام القتل والإجرام، فاستباح هذا النظام دماءنا واستباح حرياتنا واستباح كرامتنا وهدم مدننا وقرانا. الحالة الإنسانية في سوريا أصبحت حالة صعبة، لأن النظام سرق قوت يومنا وسلبنا أموالنا، بالإضافة إلى تدميره لكل ما هو موجود اقتصادي موجود في سوريا. الحالة الإنسانية الآن موجودة في سوريا هي حالة قاسية وصعبة جدا، وهي في مدينة حلب الآن المحاصرة، والمحاصرة من قبل قوات النظام المجرم هي حالة صعبة وقاسية جدا. الحالة الإنسانية في مدينة حلب كما هي في كل سوريا وليس فقط في مدينة حلب، ولكن طالما حديثنا إلى حلب اليوم فإنني أقول لأهلي في مدينة حلب قليلا من الصبر، إن شاء الله سيأتي الفرج وسننتهي من هذا النظام المجرم القاتل. كما أقول لهم عليهم بالإضافة إلى الصبر التعاون والمحبة فيما بينهم، والذي يملك رغيف أن يعطيه لأخيه، يقسم نصف هذا الرغيف لجاره ولأخيه الذي لا يملك هذا الرغيف،
والأسرياء أو الذين يعيشون في بحروبها أن يساعدوا أخوتهم، لأن هذه الفترة من التاريخ هي التي ستظهر معدن الرجال الأصلاء ومعدن الحالة الإنسانية الذي يتحلى بها أهلنا في سوريا وفي مدينة حلب بالذات. تاريخيا نحن نحب بعضنا، نتعاون مع بعضنا. تذكروا يا أهلنا في حلب حينما كنا في حاراتنا الشعبية متجاورين، كنا فقراء، كنا نساعد بعضنا البعض، كنا نحب بعضنا البعض، كنا نتقاسم اللخمة فيما بيننا كما تعرفون. ولكن حينما أتى هذا النظام أنسى القسمة منا هذه الحالة الإنسانية وهذا التعارض الإنساني. ولكن علينا أن نعود إلى أصولنا وإلى أخلاقنا وإلى ديننا وإلى تربيتنا في المحبة والإخاء والإخلاص. كما أوجه كلمة إلى الجيش الحر المقاتل، أشكره على بطولاته، وأن بطولاتي وتضحياتي أصبحت أسطورية وسيذكرها التاريخ ضمن الملاحم الكبرى. ولكن أقول لهم إن أموال أهلنا وأعراضهم ودماءهم أمانة الآن في أعناقكم، فاحفظوا وصونوا هذه الأمانة وساعدوا أخوتكم وأهليكم بالشكل اللائق وبالشكل المطلوب حتى تتوسع القاعدة الشعبية التي تضمكم أيها السائرون أيها الأحرار أيها المقاتلون من الجيش الحر. وأقول لأخوتي المدنيين عليكم أن تتعاونوا مع الجيش الحر. ولكن كما سمعت وأعرف بأن جزءا من المقاتلين أو من الجيش الحر وليسوا من الجيش الحر، وإنما هم صناع السلطة يقومون بأشياء غير لائقة وغير صحيحة بسمعة المقاتل الشريف والمقاتل الثوري. ولذلك إياكم ثم إياكم، فأهليكم أمانتهم في أعناقكم، وإن التاريخ لن يرحمكم أبدا، وأن المحاكمات سوف تطال كل من يخطئ في حق أهلنا وحق شعبنا في كل أجزاء سوريا. وأقول على الأشراف من أبناء الجيش الحر والسوار أن يكونوا خير عون لأهلهم المدنيين في حفظ أموالهم ودمائهم وأعراضهم وكراماتهم وبيوتهم. بالنسبة للتطورات العسكرية على الأرض، الجيش الحر يتقدم في دمشق، حقق انتصارات كبيرة جدا في حلب، هل اقتربوا من سعد حسن؟ نعم، بالطبع الانتصارات التي حققها الجيش الحر والمقاتلين على الأرض ضد هذا النظام المجرم هي انتصارات كما قلت أسطورية وتاريخية، وسيسجلها التاريخ وستتعلمها الأجيال في كل دول العالم، للتضحية في سبيل الحرية وفي سبيل الكرامة. الآن النظام أصبح محاصرا في كثير من مواقعه العسكرية من شمال سوريا إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها، وإن شاء الله اقتربت ساعة الحسم من والقضاء على هذا النظام القاتل، هذا النظام المجرم، لأن التطورات على الأرض هي تطورات إيجابية لصالح الجيش الحر ومقاتلي ثورة الحرية والكرامة. ولكن أريد أن أركز على أن أوعي وأنبه أخوات الجيش الحر والسوار على الأرض الانتباه إلى مكر الجيش النظام، لأنه لا يزال يمتلك جزء من القوة الكبيرة في الطيران وفي الجو. وكما قلت عدة مرات، وربما البعض قال كيف أطالب بتدمير الطائرات والمطارات على الأرض، الطائرات والمطارات على الأرض تدمر بلدنا وتقتل أطفالنا وتقتل نساءنا، وإذا صبرنا عليها لمدة أكبر فستقتل مليون إنسان في سوريا. ولذلك هذه الطائرات المجرمة القاتلة وهذه المطارات التي تأوي تلك الطائرات وتأوي تلك القتلة نحن لسنا بحاجة إليها. النظام دمر أكثر من 3 ملايين شقة ومنزل في سوريا، ودمر البنى التحتية في سوريا في كل الاتجاهات. خسرت سوريا مئات المليارات من الدولارات في سبيل المطالبة بحرية وكرامة هذا الشعب. خسرنا أكثر من 100,000 شهيد في سوريا. ولذلك علينا أن لا ننتظر
أن يدمر بقية سوريا هذا النظام عن طريق طائراته المجرمة، ولا ننتظر أن يقتل المئات الآلاف من أطفالنا، لأن دم طفل واحد ودمعة امرأة واحدة في بلدنا تعادل كل طائرات الكرة الأرضية وكل مطاراته. ولذلك أنني أناشد الجيش السوري الحر وكتائب الثوار بالسعي لضرب المطارات الاستراتيجية بشكل أساسي وبشكل مهم جدا، وأركز على هذه النقطة. ومن سيبني سوريا مرة ثانية سيبني طائرات جديدة وسينشئ طيارين أشراف جدد يدافعون عن أرض الوطن وعن سماء الوطن وعن حدود الوطن. ولذلك التحلي بالصبر للجيش الحر ومقاتلي الثورة، التحلي بالصبر والروية والتخطيط الجيد في قتالهم، وصبرا فلن ينال النصر إلا الصابرون وإلا ذوي النوايا الحسنة والمقاتلون الأشراف. ونحن ثورة حرية وثورة شرف وثورة كرامة، وسننتصر بإذن الله تعالى. لو تحدد لي من حديث بالنسبة للثورات العسكرية فيما يتعلق بالإنجازات الثوار عسكريا في حلب. طبعا إنجازات الثوار في حلب كبيرة جدا، الاستيلاء على كثير من المواقع العسكرية، أكثر من نصف المدينة، يعني من 60-70% من مدينة حلب مسيطر عليها من قبل قوات الثورة السورية، ثورة الكرامة والحرية. فهذا إنجاز كبير، بالإضافة للاستيلاء على كثير من المواقع العسكرية، والتي نتمنى أن تزداد هذه الاستيلاء على المواقع. ولكن ما أريد أن أركز عليه الآن أن على قوات الثورة الكرامة أن تركز بالهجوم على مواقع الجيش، لأن كثيرا من أبنائنا الذين يقاتلون إلى جانب النظام ينتظرون الفرج على أيدي الثوار الأحرار الشرفاء. ولذلك أركز بالدرجة الأولى على المواقع العسكرية التي يمكن أن تحدث انشقاقا كبيرا في صفوف الجيش النظام القاتل. كما أنني أتوجه من خلال هذا اللقاء إلى كل الضباط وصف الضباط والجنود، كفاكم قتلا لأهليكم ولأخوتكم ولأبنائكم ولأخواتكم، فالتاريخ لن يرحمكم. أتحدث إليكم وعلى صعيد كافة الطوائف، إننا أبناء وطن واحد، إن النظام يلعب بعقولكم، فتوقفوا عن القتل وتوقفوا عن الضغط على الزناد لقتل أهلكم وأخوتكم وأبنائكم. أعيد وأكرر كما كررت في كل المرات، توقفوا عن القتل، فبأيديكم سيسقط، على أيديكم وانشقاقاتكم سيسقط النظام. وأتوجه إلى أولئك الضباط وصف الضباط والجنود الجالسون حتى في مكاتبهم وفي إدارات الجيش أن ينشقوا عن هذا الجيش، لأنهم بدعمهم وقيادتهم من خلال مكاتبهم يساعدون على القتل والإجرام وسفك دماء الأبرياء وأهلهم في سوريا. ما رأيكم بالتطورات السياسية العالمية حول الملف السوري وما يخص سوريا؟ للأسف الشديد الموقف العالمي من الثورة السورية ومن حرية الشعب السوري هو موقف سلبي حتى الآن، لأن هناك الكثير من الشرفاء الذين يدعموننا سياسيا ويتمنون لنا الخير، ولكن هناك الكثير من الدول التي تتلاعب سياسيا وتكذب على السوريين وتتفرج على دمائنا وهي تسيل في الشوارع وتقف ساكتة صامتة، لأن الدعم الحقيقي أو الدعم السياسي هو دعم على الأرض وليس بالأقوال إنما بالأفعال. وإننا حتى الآن لم نرى الكثير من الأفعال، بل رأينا الكثير من الأقوال والقليل من الأعمال من الأفعال. ولكن نحن طبعا هناك قسم كبير من يدعمنا ويقف إلى جانبنا، ولكن نتمنى أن يكون الدعم أكبر على الصعيد السياسي وعلى الصعيد العسكري وعلى الصعيد الإنساني حتى. يعني الدعم إغاثي حتى الآن لم يرتقي إلى المستوى الموجود في سوريا في المخيمات وفي الداخل. الناس تعيش في الشوارع،
الناس تعيش تحت أشجار الزيتون، المقاتلون لا يحملون سوى بنادقهم، نحتاج إلى سلاح نوعي، نحتاج إلى دعم إنساني إغاثي حقيقي أكثر بكثير من الذي يقدم، لأن هناك الملايين الذين بلا مأوى وبلا مسكن في سوريا. ولذلك إلى كل سياسي العالم ودول العالم المحبة للخير والتي تريد الخير للشعب السوري، لأن سوريا هي قلب العالم وقلب المنطقة، فإذا انفجرت سوريا واحترقت سوف الدخان، فإن دخان الحريق في سوريا سوف يعم المنطقة كلها. طبعا هذا ليس تهديد وإنما هو واقع وحقيقة، سيعم المنطقة كلها، وإذا عم المنطقة فسيعم العالم. ولذلك ليس أناشد، لا أناشد، ولكن أطالب كل الإخوة العرب أن يقفوا وقفة حقيقية إلى جانبنا، وكل القوى الإنسانية في العالم أن تقف وقفة حقيقية صادقة بالأفعال لا بالأقوال إلى جانب ثورة الحرية والكرامة. طب رأيكم تحديدا بالموقف الروسي اللي كان له نصيب بدعمكم ورحلتكم إلى الفضاء؟ طبعا بالنسبة للموقف السوري ليس له علاقة بالرحلتي إلى الفضاء، ولكن للأسف الشديد أنا قابلت بعض المسؤولين الروس وإنهم يعرفون جيدا ماذا يجري في سوريا وما هو النظام السوري بشكل دقيق، يعرفون مفاسده وجرائمه وقهره للشعب السوري وسلبه لحرياته وسلبه لكرامته ولأمواله، يعرفونها بشكل جيد جدا، ولكن للأسف الشديد لا يتعاطفون مع النظام مع الشعب السوري، وإنما يتعاطفون مع القيادة أو مع قيادة النظام المجرم في سوريا. الشعب السوري باق والنظام سيرحل. الشعب السوري على مر التاريخ قاتل وحارب تاريخيا كثير من قوى الشر والعدوان والطغيان والقهر، ولكنه بقي وذهبت كل قوى الشر والطغيان. ولذلك للأسف الشديد الروس لم يستوعبوا هذا الدرس حتى الآن، ولا أفهم لماذا حتى الآن يقفون هذا الموقف السلبي تجاه الشعب السوري. بالإضافة طبعا أنا سوف أعرج على موقف إيران، هذا الموقف الإجرامي من قبل الحكومة الإيرانية، ليس من قبل الشعب الإيراني، من قبل المسؤولين الإيرانيين الذين يمدون هذا النظام بالسلاح وبشكل مستمر عن طريق الجو وعن طريق البحر وعن طريق القوى الموالية لهم في لبنان وفي العراق لكي تقتل شعبنا السوري الحر الأبي. ولكن لليل نهاية وللظالم نهاية إن شاء الله. طيب رأيكم بجهود توحيد جهود المعارضة وتذكير الائتلاف والدعم الخارجي للائتلاف؟ طبعا الائتلاف والمعارضة السياسية يعني أتمنى لها الخير والتوفيق. الائتلاف مؤخرا الذي تشكل في قطر أتمنى أن يكون قريبا من الشعب السوري، والقرب هو أن يكون مجموعة الائتلاف والناس المرتبطين بهذا الائتلاف أن ينسوا أنفسهم ويضعوا ويعيشوا الواقع الموجود في سوريا، أن يعيشوا آلام أهلهم، أن يعيشوا مصائبهم، أن يعيشوا مع الدماء التي تسيل من قبل الأبرياء في سوريا. أتمنى التوفيق لهذا الائتلاف، ولكن سنرى في مؤتمر المغرب قريبا نتائج قوة الائتلاف السياسية. كما أنني أناشد الجيش السوري الحر وقوات الثوار على الأرض أن تتعاون مع بعضها البعض، فإذا كان عندي 100 طلقة والكتيبة الأخرى يوجد عندها 10 طلقات أن أتقاسم معها الطلقات، أتقاسم معها الذخيرة، أتقاسم معها السلاح، أتقاسم معها رغيف الخبز، لأن في الاتحاد قوة. بالإضافة أنا ما أريد أن أوجهه لقوات الثورة الكرامة والحرية التعاون الاستراتيجي والتكتيكي على الأرض، يعني الهجوم على أي قطعة عسكرية أو على أي موقع للنظام المجرم يجب أن يكون بأسلوب تكتيكي وبالتعاون بين بعضكم البعض، لأن معروف في تاريخ الشعوب تاريخ الجيوش التعاون بالقوى والوسائط تحقق نتيجة إيجابية، ولكن العمل الفردي نتيجته
سلبية بكل تعقيد بكل تأكيد. تعاونوا مع بعضكم البعض، تعاضدوا مع بعضكم البعض، لسنا في موقف أن المناصب تركوها لما بعد سقوط هذا النظام، وإن شاء الله كل إنسان سوف يأخذ حقه، لأننا نريد ونتمنى ونسعى لأن نبني دولة حرية ودولة كرامة ودولة قانون ودولة يحكمها دستور لكل السوريين على السواء. بالنسبة لاقتراح اسمكم لوزارة الدفاع نحن حكينا فيه، أنا ما سمعت شيء حول هذا الموضوع. أنا بالنسبة لموقع أطرح، في كثير ناس يسألونني عن موضوع طرح اسمي لوزارة الدفاع أو قيادة الجيش الحر. طبعا أنا أي موقع ممكن أن أخذه فقط لهدف أن أنقذ طفل في بلدي وفي وطني من القتل، أو أن أوقف دمعة أم سكلة أو شيخا كبير، فأنا أتحمل المسؤولية. ولكن كل الشعب السوري يعرف أنني لا أريد المناصب، ولكن أقدم دمي وأقدم حياتي في موقع ينقذ أهلي ووطني. رسالة للمدنيين، الشعب السوري المدني. طبعا رسالتي لأهلي في سوريا هي أطالبهم بالصبر، إنها محنة ومحنة عظيمة وكبيرة، ولكنها في سبيل الحرية والكرامة تستحق أن نصبر على هذه المحنة وأن نقدم الغالي والنفيس في سبيل أن نتخلص من هذا النظام المجرم الذي عطل كل مناحي الحياة في بلدنا من ناحية الأخلاق والقيم والاقتصاد وكل شيء في سوريا. ولذلك اصبروا، إن الله مع الصابرين. تعاونوا بمحبة مع بعضكم البعض كما قلت في البداية، تقاسموا لقمة العيش وتعاضدوا في كل الاتجاهات، وسيكون الله معنا إن شاء الله بإذن الله. رسالة للتجار وتحديدا تجار حلب. طبعا أنا أناشد كل الأسرياء من التجار والصناعيين في سوريا وفي حلب بالذات. طبعا حلب للأسف الشديد هي مدينة صناعية ومدينة تجارية وأهلها صناعيون وتجار. أننا أناشدهم حتى أولئك الذين خرجوا من سوريا، أناشدهم بأن يدعموا إخوتهم الفقراء في مدينة حلب وفي سوريا كافة، أناشدهم أن يقفوا إلى جانبهم. إن التضحية بالمال هي كما التضحية بالنفس، التضحية بالمال هي قريبة من التضحية بالنفس. هناك رجال يضحون بأنفسهم، هناك أخوة لكم جياع أو يحتاجون إلى رغيف الخبز في سوريا، يحتاجون إلى الكساء، يحتاجون إلى الغذاء، يحتاجون إلى المأوى. والآن إن الله ينظر إليكم فقفوا إلى جانب أهلكم وأخواتكم في سوريا وفي حلب بالذات. والعسكريين بالطبع، أنا العسكريين وجهت لهم رسالة وقلت لهم بالتعاون والمحبة، وخاصة أنا أطالبهم بالأمانة. أعراض أهلنا وأموالهم ودماؤهم أمانة في أعناقكم في الأحياء والمناطق التي يستولى عليها جيش الثورار من جيش الحرية والكرامة، أمانة في أعناقكم، حافظوا على هذه الأمانة، لا تخونوها، لأننا في محنة كما قلت، والتاريخ لا ينسى الذين يخونون تلك الأمانة، والله موفق. أهالي الضحايا في حلب. طبعا أهالي الشهداء والضحايا في حلب، يعني أعزيهم بشهدائهم، أعزيهم ببيوتهم التي تهدمت، وأتمنى من الله أن تعود لنا حريتنا وكرامتنا، وأن نعيد بناء وطننا، وأن نكرم أولئك أهالي الشهداء، وأن نكرم شهداءنا، ونرفع فوق وطننا أكاليل الغار وأكاليل الغزة. آمين. والشباب، شباب حلب. طبعا الشباب، يا شباب يا أهلي في حلب بالذات، طبعا أوجه كلمتي لكم، الشباب هن درع الوطن، وهن الأساس بنهضة الأمة، وهن اللي بيحموا الشوارع، وهن بيحموا الأحياء. لازم الشباب تكونوا قدوة حسنة حتى نعتز فيكم دائما وأبدا. يعني حافظوا على كرامات أهليكم، حافظوا على أخلاقكم، حافظوا على شرفكم، حافظوا على مال أهليكم، تعاونوا، تعاضدوا، تحابوا،
حتى نصل بوطننا إلى ما نصل إليه من الحرية والكرامة والحضارة والتقدم، لأن المستقبل بأيديكم، فإذا كانت أيديكم نظيفة فسيكون مستقبلنا نظيف وناصر إن شاء الله. يا أهلي في مدينة حلب، إنني أحبكم وأعزكم وأجلكم كما قلت منذ البداية حتى النهاية. تعاونوا مع بعضكم وحبوا بعضكم، تآلفوا مع بعضكم البعض، إن الله يقف إلى جانب الإخوة المتحابين المتعاضدين. اقسموا رغيف الخبز فيما بينكم، ساعدوا بعضكم البعض على المأوى، احموا أعراضكم، فليكن أعراضنا غالية على بعضنا البعض، احموا تلك الأعراض، احموا أموالكم، قفوا إلى جانب السوار والمقاتلين الحقيقيين، كونوا ملاذا لهم ومأوى لهم وتعاونوا معهم بشكل صحيح وسليم. لا تنغشوا ببعض الفئات المندسة والذين صنعهم النظام تحت اسم الجيش الحر، أنتم أزكى وأدرى وأفهم، والله ولي الأمر والتدبير.